مرحبا بكم من جديد. إذا في قضيتنا بالنسبة لليلة اختفاء لبنى بنت 9 سنين في العاصمة البلجيكية بروكسل، خرجت على أساس أنها بتمشي تشري الياغورت ولكنها لم تعد من وقتها. في التحقيق مع العائلة سيتم استجواب أمها وأبوها، لكن المحققين ما لقاو ضدهم حتى حاجة. فتشوا دارهم، قلت لك شك وربما تكون عمرها ما خرجت من الدار، لكن ما توصلوا لحد شيء. بالتالي تم استبعادهم مبدئيا كمشتبه بهم في القضية، وبداوا المحققين يسألوا في البو على الثنية الثانية اللي ماشيين فيها. عندو شي شخص معين يحمل له عداء معين. بو لبنى أكد لهم أنه ما عنده مشكلة مع حد، لا هو لا عائلته، عمرهم ما كانوا عندهم أعداء، عمرهم الكل هما مسلمين وماشيين جنب الحيط. قروا المحققين يرجعوا للشارع اللي من المفروض تكون مشيت منه لبنى في طريقها لهالمغازة، وهنا يجذب انتباههم كيوسك يملكه شخص اسمه معروف عند الشرطة، شخص عنده سجل إجرامي في قضايا متعلقة بالأطفال، عدى عقوبات سجنية بتهم الخطف والتحرش، اسمه باتريك دو روشيت. في كل مرة يتم فيها تتبع باتريك يبعثوا لمساحة للأمراض النفسية، يعدي ديدة ويخرج. قرروا المحققين يستجوبوا. أي سي باتريك، وين كنت نهار 5 أوت بين ماضي ساعة وماضي 3؟ قالهم مشيت بحث أخويا استدعاني على الفطور. والمحققين باش يثبتوا من كلامه سألوا خو أكد لهم أنه باتريك فعلا في الوقت هذاك جاء بحذاه وعملوا فطور مع بعض. بالتالي باتريك عنده حجة غياب بين ظفرين، هذاك علاش سيتم استبعاده من المشتبه فيهم. بشوية بشوية قضية اختفاء لبنى عملت ضجة كبيرة في بروكسل. كل شخص عنده معلومة ولا وحده يتوجه لمركز الشرطة ويحاول يعاون بلي نجم، خطر طفلة بنت 9 سنين تؤثر في الناس كل، وأي واحد يحس روحه أنه ينجم يعاون في حل هذه المعضلة يتقدم طوعا، وخاصة العائلات وخاصة الآباء والأمهات، لكلهم حسوا روحهم معنيين وأنه اللي صار لبنى ينجم يصير لصغارهم. نهار 13 أوت 8 أيام بعد اختفاء لبنى، توجهت سيدة عندها مقهى قريب من المغازة هذه. قالت راو نهار الاختفاء راني شفتها، على الأقل شفت بنية صغيرة تنجم تكون هي قدام القهوة هي متاعي، أما راني شفت راجل غريب في مرسيدس كانوا قاعد يراقب في حاجة. أكثر من هكا كيف تعديت لبنى قدامه ولا يتبع فيها بالكهرباء. سيد هذا غريب الأطوار وتصرفاته غريبة ويغزر دراكي فيه ويعس على كل حاجة. هذا قالت الغرابة هذه خلتني نقيد نمرو اللوحة المنجمية متاع كرهبته. برافو مدى، أعطاته للشرطة. من خلال أرقام السيارة عرفوا المحققين أنه هالكهرباء هذه ترجع لواحد اسمه جاك. جاك هذا مخبر عند الشرطة، سيتم التحقيق معاه وتفتيش سيارته، لكن ما لقاو عنده حتى حاجة تخليهم يشكوا فيه. فقط هو مخبر فاشل، لأنه معناتها الناس عرفته اللي هو مخبر وقايدوله بروحه في باله بروحه قاعد يعس من غير ما العباد في بالها به. وصلنا لنوفمبر ما زال ما فهم حتى خبر على لبنى. عائلتها وصلوا لدرجة كبيرة من اليأس والإحباط والحزن كلاهم. قروا يخصوا مكافأة مالية للشخص اللي باش يقدم لهم أي معلومة تفيد التحقيق، ولكن شيء. وتتعدى الأشهر وتتعدى معاها السنوات، 3 سنوات باش يتعداو على هالمعدل حتى نوصلوا لديسمبر 1995. النائب العام وتحديدا في علاقة بتدخل الجيش، أحد العناصر متاع أو النائب العام سمحوني باش يقرر أنه يغلق النائب العام. تو نحكي لك علاش جبت على الجيش، لأنه النائب العام باش يقرر أنه يغلق الملف. فما أجيال راي في القضايا
إذا كان تقعد مدة معينة راو تتسكر. قرر أنه يوقف التحقيق وأنه يقيد الجريمة ضد مجهول. عام من بعد في سبتمبر 96 النيابة لكن في علاقة بالجيش، قلت لكم فما نوع من التداخل بين الجيش وبين الشرطة في علاقة بالتعامل مع هذه الملفات الأمنية وقتها في بلجيكا وتحديدا في بروكسل. كل حال سيتم إعادة فتح ملف اختفاء لبنى. أما علاش؟ رد بالك، لأنه بلجيكا وقتها كانت تعيش على أحداث قضية كبيرة قلبت الدنيا، قضية القاتل المتسلسل الشهير مارك ديوترو. والنيابة كان عندها شك أنه ممكن تكون لبنى واحدة من ضحاياه، هذيك عليه عاودوا حلوا الملف. أول حاجة عملها المحقق الجديد عاود حل كتاب على باتريك ديروشيت. هذا مش قلنا كان يفطر مع أخوها؟ هاي اكتشف الساعة أنه باتريك بيدوفيل، يعني مشكلته مش فقط إيحاءات وإشارات وعنده اتهامات في علاقة بصغار، هو معتدي جنسي على الصغار. بل اكتشف أنه كان في كل مرة يتشد فيها في قضية المحامين متاعوا يجيبوا تقارير وشهادات طبية أنه مريض وغير مسؤول على تصرفاته. المحقق لاحظ حاجة مهمة مذكورة في شهادة متاع السيدة مشيت تتعديت الشهادة مش فيها حد. أش قالت هالسيدة؟ قالت أنها في وقت اختفاء لبنى سمعت صوت بنية تصيح، صوت صياح تاع بنية صغيرة جاي من محطة الوقود من الكيوسك اللي يملكه شكون؟ باتريك. وحد ما تبع هالمعلومة هنا المحقق المسؤول في الجيش على هذا الملف ولا شبه متأكد أنه باتريك هو وراء اختفاء لبنى. يلقى روحه مضطر باش يتعامل في هذه القضية مع الشرطة، لكن وقتها الشرطة والجيش في عركة كبيرة بسبب الفضيحة مرة أخرى اللي صارت في قضية مارك ديوترو. ما ومارك ديوترو كل جهة فيهم تحمل المسؤولية اللي صار للجهة الأخرى. علاش؟ خاطر التراخي متاعهم والإهمال متاع الشرطة والجيش بسبب متاعو برشا بنات ماتوا. زوز منهم ماتوا جوعا خاطر نساوهم في قبو متاع دار كان خطفهم فيها مارك ديوترو. الرأي العام تقلب على الشرطة والجيش واتهموهم بالإهمال والتقصير، وبدأ كل واحد من هذه الأجهزة يلوح في مسؤولية على الآخر. فهمت؟ دونك فما الأمور حساسة جدا بيناتهم. أنا كان توا سي المحقق هذا باش يكلم الشرطة على أساس باش تعطيه معلومات الآخر باش يعمل فيها صبورة كحل. نهار 5 مارس 1997 6 سنوات على اختفاء لبنى سيتم إلقاء القبض على باتريك بعد مداهمة الجيش ليه في محطة الوقود متاعه، وفي القبو الموجود في المحطة سيتم العثور على بقايا جثة لبنى بن عيسى محطوطة في فليج. بعد إنكار دام ساعات قرر باتريك الاعتراف. قال أنه نهار 5 أوت 92 كان واقف قدام محطة الوقود شاف بنية صغيرة وحدها ماشية للمغازة. قال عرضت لها في الثنية قبل ما نسكر لها فمها، بدأت تصيح يا أخي، جرها للقبو اللي موجود في محطة الوقود وضربها. غادي سيقوم بالاعتداء الجنسي عليها. لبنى بدأت تفقد في الوعي، وهو في الأثناء اسمع أخوه يعيط له من فوق باش يمشي يفطر معاه. خاف تفجع، وش باش يعمل بهالطفلة هذيا؟ وش خبيها في فليجة وهي كيك خبيها، وعمره ما هو باش يرجع يحل الفليجة. قال لي لبنى بقات عايشة أيامات على تلك الحال، مرات يهبط للقبو ويسمعها تئن،
وبعد ايامات ما نجمش يحدد قديش من نهار. ما عادش يسمع في صوتها. لبنى ماتت مخنوقة في فليجة عدت فيها أيام وليالي. عائلتها، أقاربهم، الأصحاب وبلجيكيا الكل كانوا في حالة صدمة وغضب من اعترافات باتريك، خاصة قلت لك أنه ما زالت قضية مارك ديترو كيف تسكرت واللي فضحت إهمال الشرطة والجيش. نفس الشيء هنا قالوا لو كان الشرطة بحثت، لو كان الشرطة دارت بكلاب الشرطة، لو كان شافوا المحيط اللي هي مشيت فيه خوين عندها تمشي، لو كان عملوا أضعف الإيمان، ربما كان يمكن إنقاذ بنت التسعة سنين. مش يبدأوا البحث بعد 6 أيام. نهار 7 مارس 1997 تم نقل باتريك ديروشيت المستشفى أمراض عقلية مرة أخرى دون محاكمة. ونهار 8 مارس بدأت مراسم جنازة متاع لبنى، مراسم جنازة استثنائية. قل وأن شفنا في قضية في العالم أعداد الناس الحاضرة في جنازة لبنى. شوفوا معايا هذا التعاطف الكبير مع عائلتها من قبل الشعب البلجيكي عامة. Le cœur sera dirigé vers la Mecque, bien sûr. Le cercueil est recouvert. بسبب هذه الجريمة، جريمة قتل لبنى، عديد الأمنيين تم إيقافهم من خدمتهم وعقابهم. أما باتريك ففي عام 2016 هو زاد باش يتوفى بعد ما لحقته العدالة الإلهية. مريض معاه في المستشفى ضربه ومات باتريك بسبب نقص الأكسجين، نقص الأكسجين اللي ماتت به سنوات قبل لبنى. نستنى تعليقكم على هذه القضية الجديدة وخاصة الموضوع المتعلق بالإهمال. شفت عليش توا في برشا قضايا قلت لك راي تبدلت الأمور من عام 92، توا الإبلاغ على الصغار ولا لفلف، توا ولات فما في بعض البلدان حاجة يقولوا لها alert enlèvement، يعني أول ما يتأكد الخبر متاع اختطاف أو اختفاء قاصر كل القنوات التلفزية في مجموعة من الدول الأوروبية مفروض عليها بالقانون أنها تنشر بلاغ الاختفاء باش تكون فما فرصة للناس اللي شاف أكل الصغير المختطف أو المختفي أنه نسرع في التحرك. فما أمور طورت لكن في الأثناء باش وصلت الأمور تطورت فما ضحايا ملايك صغار مشاو في السقين كما قضية لبنى. نستنى إذن تعليقكم عليها ونمشي إلى تعليق اللي جاتنا على قضايا أخرى، منها القضية متاع تيك توك والآخرين، سلسلة القضايا اللي رجعنا فيها على مواقع التواصل الاجتماعي وتيك توك. مايا اللي تقول لي شكرا يا حمزة، متبع فيك ديما حتى كيف نروح فاكونس لتونس نحط نسمع القضايا. مهون علينا الغربة، راجلي شريلي إيكوتور باش نسمع تلمو نحط الحلقات في الدار كيف نبدأ نقضي. قلت له دويو
تيانا كيف صوت يبدا قوي، نعيش الاحداث ونبدا نعمل في سيناريو الجريمه. من بناتي يستنسوا بيا وبحكاياتك، ونبداو ونبدا نترجم لهم باش يفهموني. دمت مساند رسمي لينا في الغربه اي سورتو في القضيه، متابعه من اليوم. شكرا جزيلا يا مايا، يعطيك الصحه. ونمشيو الى تعليق اخر جينا من عند ايمان في نفس السلسله، اللي تقول اقوى حاجه نستناها في كلامك هي جمله طريفه، بلوط. صراحه قويه برشا، بلوط بمعنى معنى كلام فارغ ما عنده حتى كلمه وحتى معنى. شكرا جزيلا يا ايمان، شكرا لكم جميعا على حسن المتابعه والاهتمام. منا الى ان نلقاكم في حلقات اخرى، نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه. الى اللقاء.